الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله حمد الشاكرين ونؤمن به إيمان الموقنين ونقر بأحداه إقرار الصادقين ونشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين ومكلف الجن والإنس والملائكة المقربين أن يعبدوه عبادة المخلصين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم في دار القرار صلى الله عليه وعلى آله وأصحاب الأخيار الأبرار أما بعد فإن الله تعالى قد أمر بالتفكر وتدبر في مواضع لا تحصى من كتابه المبين وأثنى على المتفكرين فقال تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض وقال تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض الآية ولم يجعل آياته وقال تعالى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وقال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقال تعالى قتل الإنسان ما أكفر من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدر ثم السبيل يسر ثم أماته فأقبر ثم إذا شاء أنشر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت عند الله جناح بعوضة ما شكت آخر به أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا الحمد لله الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله رسوله فقد رشد من يصيم فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين
المؤمنات والمسلمين المسلمات وبارك على محمد وآل أزواجه وذريته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي من أمتي يا أبو بكر، وأصدق في أمر الله عمر، وأصدق حياء عثمان، وأقدر علي، وفاطمة سيدة نساء الجنة، والحسن والحسن سيد شباب أهل الجنة، وحمدة صلى الله عليه وسلم رسوله. اللهم اغفر له مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا، رضي الله تعالى عنهم أجمعين. الله الله في أصحابه لا تتخذ فرضا من بعد، فمن أحبهم في حبي أحبهم، أمن أبغض فبولي أبغض، وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم في حينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، لا فانصرنا على القوم المنافقين، لا فانصرنا على القوم الظالمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.